İyi günler, ben Doktor Tarık. مرحبا، أنا دكتور طارق بق، أعمل في مستشفى ناتشورال هير تركي كرئيساً لقسم العمليات. اليوم سأتحدث معكم حول زراعة الشعر وسأقوم بتزويدكم ببعض المعلومات اللازمة. في أول مرحلة يتم إجراء مقابلة مع الشخص وجهاً لوجه، وذلك لمعاينة حالة الشعر وتحديد جودة البصيلات في المنطقة المانحة. بعد ذلك يتم الاستماع لرغباته ورسم خط الشعر الأمامي وتحديد الطريقة التي سيتم استخدامها، وذلك للوصول إلى النتيجة التي يريدها. بعد ذلك يتم تحديد القدر الذي يمكن تغطيته من الرأس. يتم إجراء تحاليل الدم اللازمة للتأكد من الحالة الصحية لديه. بعد ذلك يتم تجهيزه لغرفة العمليات ويتم البدء في العملية. يتم أخذ بصيلات الشعر من المنطقة المانحة ونقلها إلى مقدمة الرأس حسب خط الشعر المحدد، وبذلك تنتهي العملية. يذهب المريض إلى الفندق إلى الاستراحة ويعود إلى المستشفى بعد انقضاء اليوم الثالث لإجراء المعاينة اللازمة وغسل الشعر وإبلاغه بالتعليمات التي يجب عليه الالتزام بها خلال 10 أيام القادمة.